لكم أول محاضرة في مادة An Introduction to Literature اللي هي مقدمة في الأدب. أول شيء أحب أنوه أنه المادة اللي راح نشرحها هي Literature. أوكي، نقسمها Literature. أوكي، so المادة، بس خلينا نشرح عليها، هي راح تخص مادة الأدب. أوكي، وأقدم لكم نفسي، أنا الأستاذة التدريسية صابرين عبد الكاظم، وراح أكون وياكم في شرح المادة اللي تخص مادة الأدب إن شاء الله. فأهلا وسهلا بكم، وخلنا نبدي بأهم فقرة أو أول فقرة في مادة الأدب، ونتعرف على الكتب اللي مطلوبة من عندكم. هي التالي: أول كتاب معنون ب Poetry and Prose Appreciation for Overseas Students. This book is by L.G. Alexander. This is the first book. هذا أول كتاب مطلوب من عندكم. ثاني كتاب هو An Introduction to Drama. هذا ثاني كتاب رح نعتمد عليه إن شاء الله في هذه السنة. ملاحظة سريعة اللي هي نطيتها اليوم عن TR. TR تلفظ تشي. أوكي، وين ما تلقين TR حاولي تلفظيها أو حاولي تلفظين حرف التي كتشي. So هنا أنا أقول poetry مو poetry، poetry. بالمقابل إذا عندي DR، D وراها R، هنا راح ألفظ D كJ، راح نقول دراما، دراما. أوكي، أعيدها، TR أصير ج، DR أصير ج، poetry دراما. إذن هذا كتابين راح أعتمد عليه إن شاء الله في هذه السنة، فأتمنى الحصول عليها بأسرع وقت ممكن. Now we come to literature. 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 So literature, اللي هو المجال الأدب، can be divided into two major branches. ممكن أنه تقسم بقسمين رئيسيين اللي هي prose, poetry. Prose, poetry. Prose اللي هو النثر، poetry اللي هو الشعر، مثل الأدب العربي. أوكي، أيضا مقسم نفس التقسيم بشكل عام. أوكي، البروز ممكن أنا أقسمه إلى أقسام ثانوية أخرى اللي هي short story, novel, drama. Short story, novel, drama. إذن هاي راح تكون كتابتها شنو؟ كتابة عشوائية، أو خلينا نقول spontaneous. أوكي، يعني هي نص اعتيادي، سواء كانت قصة قصيرة novel رواية، أو المسرحية اللي هي drama. أوكي، هذه النصوص راح تقول ما بيها وزن وقافية، ما بيها تفاصيل دقيقة، بيها تفاصيل دقيقة لكن ما بيها خلينا نقول أبيات شعرية. أوكي، على الأغلب ما بيها أبيات شعرية. So هو خلينا نقول نص حر، هذا prose. So prose بيه ثلاثة أشكال بشكل عام: short story, novel, drama. أما poetry اللي هو موضوع أو موضوع الكتاب الأول اللي هو poetry TRJ، هذا اللي راح احنا ندرسه إن شاء الله كمقدمة إلى الأدب. So the words that you should know about، الكلمات اللي لازم أو المصطلحات اللي لازم أنتوا تضبطوها هي التالي، لأنه راح وايد سمعوها هذه السنة، اللي هي poetry. قلنا هذا معناها branch of literature. Poetry اللي هو نوع من أنواع الأدب، هاي تنحفظ لفظا وكتابة ومعنى. Poetry هذا واحد. Poem اللي هو قصيدة. Okay, poem معناها قصيدة. A text that includes lines of poetry. Poet اللي هو من يكتب القصيدة، اللي هو الشاعر. So poet، مثل ما تشوفون ثلاثة أحرف كلها متشابهة لكن الأخير يختلف. إذا كانت tree وراها فرح تصير نوع من أنواع الأدب، إذا M وراها معناها قصيدة، إذا T معناها شاعر. So أتمنى تنحفظ لفظا وكتابة ومعنى.
هاي كلمات كل شوي رح نستخدمهن، فأتمنى ورقة وقلم وتحفظوها. زين، شنو الهيئة أو شنو طريقة دراستنا رح تكون؟ رح تعتمد على 4 فقرات، أو إحنا رح ندرس المادة على 4 مراحل. أولاً شنو إذا عدنا قصيدة، شنو رح ندرس أول شيء؟ أول شيء رح نتعرف على حياة الشاعر، the life of a poet. okay، poet قلنا شاعر. so the life of a poet، أول شيء رح نتعرف على نبذة من حياته، لأنه أكيد حياته رح تأثر على كتابة القصيدة. okay، so ممكن إنه الشاعر يواجه شيء في حياته وأثر ذلك على قصيدته، وممكن إنه نلاحظ هذا التأثير في داخل الأبيات الشعرية. so لازم نعرف أول شيء قبل أن نقرأ القصيدة أن نتعرف على حياة الشاعر، or what we call biography. بعد ما تعرفنا على الشاعر رح نجي للقصيدة نفسها. أول شيء نقرأها بشكل عام، reread the poem، read the poem or reading the poem. number 3، understanding the words of the poem. okay، ورا ما قرأنا القصيدة رح نستخرج كلمات صعبة، الصعبة إذا وجد أو إن وجد ذلك. so we have to understand the words of the poem. so نطلع كلمة كلمة، نطلع معناها بالقاموس حتى نفهم القصيدة قدر الإمكان. زين، بعد ما استخرجنا كلمات وبعد ماكو كلمة صعبة رح نفهم القصيدة ككل. نقرأ قصيدة مرة ثانية ونحاول أن نفهم معنى القصيدة أو شنو الرسالة اللي يحب يوصلها الشاعر. so we have to understand the meaning. طبعا كل الأحيان أو كل الأحوال القصيدة بها معنى، أوكي؟ لكن أكو بعض الشعراء شي يسوون، يقسمون المعنى إلى شيئين أو طريقتين، اللي هو surface meaning المعنى الظاهري، والdeep meaning اللي معنى الباطني. طبعا لها تسميات أخرى، surface meaning ممكن أسميها general meaning، والdeep meaning ممكن أسميها hidden meaning لو deep meaning. so هاي التقسيمات اللي لازم احنا نتبعها. اذا عندي قصيدة عرفوا انه اول شيء راح نتكلم عن الشاعر، ومن ثم نقرأ القصيدة ونستخرج الكلمات الصعبة، ومن ثم نحاول ان نفهم القصيدة او معنى القصيدة، واذا كان لها معنيين فنحاول ان نفهم المعنى الظاهري والمعنى الباطن، or the surface meaning and the deep meaning. I hope this is clear and not difficult. so if you come to the book, we have the first poem. okay، إذا تفتحون الكتاب راح تلاحظون أنه أكو قصيدة قصيرة جدا في بداية الكتاب. okay، لكن قبل لا نتوجه للقصيدة قلنا شنو لازم نعرف حياة الكاتب أول شيء، حياة الشاعر. okay، poet. we have to know the biography of the poet. إذن بما أنه أنا راح أطلع على حياته راح أفهم القصيدة أكثر، فلازم أنه نطلع على حياته حتى وإن كانت نبذة قصيرة. فهاي نبذة قصيرة خلنا نحاول نفهم شنو القصيدة أو منو كتبها. so هاي القصيدة إذا لاحظتوها مكتوبة بقلم ويليام بليك. okay، ويليام بليك. okay، so خلنا نشوف منو هو ويليام بليك. ويليام بليك was a 19th century writer. okay، كان كاتب في القرن 19. زين، كان ليس فقط كاتب، كان engraver and artist، كان أيضا ناحت. okay، ينحت، يحب النحت، وكان أيضا شنو فنان. okay، أتمنى لهنا واضح. so هسه هذا ويليام بليك اللي هو صورته هنا. okay، كان كاتب، كان ينحت. okay، وبشكل عام كان شنو فنان. ولد شو وقت؟ he was born on November 28th 1757 in London, England. okay، so born ولد في هذه السنة 1757 في بريطانيا أو في لندن إنجلند. زين، هسه عرفنا شنو هو مهنته، عرفنا شو وقت ولد، خلينا نعرف بعد شنو مميزاته. so he began writing at an early age and claimed to have had his first vision of a true full or a tree full of angels at age of 10. so بمعنى انه بدا بالكتابه، he began writing at an early age، في سن خلينا نقول جدا صغير. okay، وشنو claimed to have had his first vision. okay، اذا
كان يعتبر أو كان هو يعني خبر أهله أنه شنو عنده visions، عنده رؤية، أوكي، أنه فجأة يشوف أشياء ما ممكن للعين البشرية الاعتيادية رؤيتها. سو كان يدعي أنه شنو، أنه عنده vision، أوكي، أنه يستطيع أن يرى الأشياء ما فوق الخيال. شنو شاف؟ شاف أو يدعي أنه شاف في عمر العاشرة من أو في عمر العشر السنوات أنه رأى tree، شجرة مليئة بالأنجلز، مليئة بالملائكة. So he want to call his mom, he want to call his sister, his brother, his family, and he pointed to the tree, but no one saw this. Okay, إذن من شاف هاي الشجرة اللي هي مليئة بالملائكة؟ Okay. صاح والدته، صاح أخته، صاح عائلته، وقال شوفوا أنا إيش دا أشوف، لكن أدرك أنه هو شنو، أنه هو الوحيد اللي يستطيع رؤية هذا الشيء. إذن هو شنو يعتبر من الشعراء اللي هم مميزين. He has visions that no one can see. زين. استمر بحياته كشكل اعتيادي أو بشكل اعتيادي. He only briefly attended school. Okay. درس بالمدرسة لفترة وجيزة، فترة قصيرة. Being chiefly educated at home by his mother. Okay. إذن استمر بالدراسة بمساعدة والدته داخل البيت. Okay. بعدين ترك المدرسة. زين. بعد شنو أثر عليه؟ The Bible. الإنجيل أثر أيضا عليه. Okay. شغفه وحبه لقراءة الإنجيل أكيد أثر على كتابة قصيدته. So هسه مختصر مفيد اللي هسه افتهمناه، اللي هو ويليام بليك هو صاحب القصيدة، هو كاتب وناحت وفنان بشكل عام، ولد في 1757 بريطانيا، وهو عنده قدرة على رؤية الأشياء الذي لا يستطيع أي أحد رؤيتها أو أي أحد طبيعي رؤيتها. حضر المدرسة بفترة قصيرة جدا، لكن شنو استمر بالدراسة. هو educated by his mother. Okay. انه درس بمساعدة والدته. الانجيل ايضا كان له تأثير كبير على حياة بلايك وعلى كتابة قصائده، واستمر okay. استمر في المدرسة، لكن ليس مدرسة اعتيادية. He enrolled at a drawing school. DR عندي هنا حبايب. اوكي DR قلنا شنو؟ J. اوكي هنا عندي وينها DR؟ J. اوكي طبعا راح اشر عليها حتى تتاكدون من او حتى تطبقون هذا او هاي المعلومه. So he started a drawing school. اوكي بعد ان درس دراسه اعتياديه في البيت، دخل مدرسه رسم، مدرسة فن، مدرسة فن. On the age of 40, he apprenticed with an engraver. Okay. بعد ما درس مدرسة الرسم، أيضا عمل مع ناحت أو نحات. Okay. He married. Okay. من ثم تزوج منه Catherine Sophia Butcher، اللي كانت غير أو لا تستطيع القراءة. She was illiterate. علمها بلايك كل شيء، علمها to read, write and draw. okay. هنا أنا أيضا عندي DR. so علمها كل شيء، القراءة، الكتابة، الرسم. okay. علمها على الألوان، كل شيء علمها، كل شيء اللي عرفه علمها. ومن ثم بدأ الكتاب. so he published poetical sketches. okay. أنه بدأ بكتابة القصائد بعدها بعد زواجه. so he started writing and he published poetical sketches. okay. هذا اسم الديوان الشعري الأول اللي هو مجموعة من القصائد، نشرها ب 1783. okay. طبعا من نشرها بطريقة جميلة. okay. مع رسومات، مع نحوتات. okay. يعني نحت الغلاف، كل قصيدة بها رسم. okay. so جدا كان يعتني بالديوان الشعري مالته، مو مجرد ورقات أو ورقات. أوكي كان فن. بعدها صارت مأساة، اللي هو توفي أخوه روبرت. أوكي his brother Robert died from tuberculosis at age 24. أوكي توفي أخوه اسمه روبرت. أوكي died
مات بسبب السل الرئوي بسن 24 فقط. زين، ايضا بلايك هنا بدا انه شنو يشوف رؤيا او رؤى، هنا ايضا فيجن صار عنده. شنو شاف؟ شاف انه روح اخوه روبرت spirit his spirit ascend through the ceiling، انه يدعي انه شاف روح اخوه روبرت خرج من جسده ومن ثم خرج من السقف. هاي جدا مسألة حساسة. So, إذا نشوف أنه بلايك he was a visionary. Okay, بلايك هو يدعي أنه يستطيع أن يكون أو يرى الرؤى visions. The following year, Robert appeared to Blake in a vision and presented him with a new method of printing his works, which Blake called illuminated printing. Okay, إذن في السنة بعد وفاة أخوه ادعى أنه رأى مرة ثانية okay, في أحد الرؤى وعلم أخوه بلايك أو ويليام بلايك بطباعة جديدة سميت بالإلمينيتيد برينتينج أو الطباعة المنيرة. So, بعد ما شاف هاي الرؤى شنو نشر أيضا ديوانين شعريين اللي هي كلش مهمة Songs of Innocence, Songs of Experience. توفي في 1827. إذن اللي افتهمناه هسه عمله ولادته وفاته أهم مميزاته visions okay. عرفنا أنه البايبل يأثر عليه okay. وعرفنا دراسته، عرفنا شنو درس مع من وماذا تعلم ومن ثم من تزوج وماذا أثرت به أو ماذا أثر بها okay. So, أتمنى تراجعون هاي المعلومات وتقروها بنفسكم وتقومون لغتكم الإنجليزية. إذن هسه عندنا قصيدة اللي كتبها ويليام بلايك، خلنا نقراها سوا ونشوف عن شنو تتكلم. The sick rose. O rose, thou art sick, the invisible worm that flies in the night, in the howling storm, has found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy love destroy. Okay. أتمنى واضحة. Okay. حاولوا إذا حبيتي تعيديها ممكن أنه ترجعين بالفيديو وتعيدين القصيدة وتقريها ويا أو أثناء قراءتي. So, هسه احتمال كل شيء ما فهمتي من القصيدة. إذا شلون إحنا راح نبدي نفهم القصيدة عن ماذا تتحدث؟ Okay. مو معناها أنا من أول مرة راح أفهم شو يصير. Okay. كل شيء اعتيادي إنه أنا ما أفهم. حتى القصيدة العربية إذا ما ركز بيها ما أعرف كلماتها ما راح أقدر أفهم. So, أول خطوة شو نسوي حتى نفهم قصيدة؟ نطلع الكلمات الصعبة. So, شنو الكلمات الصعبة اللي لقيتهن؟ اللي هي أول شيء O. Okay. قايل O sick rose يعني يا أيها الوردة okay. يا أيها الوردة، يا أيها يعني هاي معناها O يا أيها. إذن هاي شنو؟ أداة تستخدم للنداء أو ما تسمى بالأبوستروفي okay. أداة تستخدم للمنادات أسميها أبوستروفي يعني يا أيها الوردة okay. هاي يا أيها أو الـ O نسميها apostrophe. So it is an expression used when someone addresses someone or something. يعني هي أداة تستخدم عند منادات أو التحدث مع أحد، حد معين أو شخص أو حتى وإن كان شيء معين. So هاي الـ O apostrophe. O Rose, thou art sick. Thou هاي old English، هاي كلمة إنجليزية قديمة. أوكي، إحنا قلنا ويليام بلايك كان عايش بال 1700 وكذا. أوكي، 1757 انولد. أوكي، فعاش بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر. إذن هاي كلمة ذاو كلمة قديمة. شنو معناها؟ معناها يو. سهلة هاي. ذاو يعني يو. ذاو art sick. Art هي أيضا كلمة إنجليزية قديمة، هي R. Okay. Thou art sick. أيتها الوردة أنت شنو تعانين من مرض. Okay. Invisible. إذا ترجعون على القصيدة invisible تلقون كلمة هاي invisible احتمال ما تعرفوها معناها hidden or not seen with the eye.
يعني شيء مخفي hidden, invisible, شيء مخفي. Worm اللي هي دودة الأرض, worm is a kind of insect. Insect دودة, okay, أو حشرة. So الworm اللي هي دودة الأرض. Howling, howling, crying out. أبايب هنا أنا howling الجاء ما تلفظ, howling مو howling, crying مو crying, okay, crying. So ال howling معناها يبكي أو يصرخ, okay. الذي أيضا old English, الذي كأنما thou, okay, أيضا معناها شنو your. إذا الذاو معناها you, الذاي معناها your. هاي أيضا إنجليزية قديمة. Storm bad weather, okay, storm bad weather يعني شنو؟ يعني العاصفة. Crimson معناها red, الكريمسون red, هاي red هنا الأحمر, okay, أحمر غامق. Joy, joy يعني happiness, السعادة. إذن هاي الكلمات شنو مطلوبة من عندكم تعرفون معانيها شنو؟ okay, يعني إذا أرجع للقصيدة راح أفهم شوية. The sick rose, الوردة شنو مريضة أو التي تعاني من مرض. Oh rose thou art sick, يا أيتها ال, okay, هاي apostrophe, وردة, okay, أنت you are sick, أنت مريضة أو أنت تعانين من مرض. The invisible worm, دودة الأرض المخفية, that flies in the night, التي شنو تطير في الليل. طبعا أنا هاي بس أول مرة وآخر مرة أترجم قصيدة, okay, so هاي لازم أنتو شغلكم بعد. In the howling storm, okay, تطير في الليل وسط العاصفة الشديدة, أوكي, الشديدة أو القاسية, أو إحنا قلنا كأنما عاصفة بها صوت قوي أو كأنما صراخ أحد, أوكي. So هاي أول جزء. ثاني جزء, has found out thy bed. إذن هذه كأنما هذه دودة الأرض وسط هذه الأجواء المخيفة, شو تسوي؟ شافت هذه الوردة, أوكي, فوين راح تختبي أو وين راح تخفي نفسها أو وين راح تحمي نفسها من هذه الأجواء العاصفة القوية؟ وين راح تحمي نفسها؟ راح تحمي نفسها داخل الوردة, أوكي, يعني راح تقعد هنا وسطها. So has found out thy bed, thy bed يعني your, أوكي, كأنما هي شنو أخفت نفسها داخل الوردة, وكأنما it is like a bed for her, okay, وليس فراش عادي لكن باللون الجميل هذا اللي تشوفه بالصورة of crimson joy. إذن هذه أجلبت السعادة لهذه الدودة, وأيضا شنو حماية. لكن شنو الدودة ممكن أنه يعني تسكن هذه الوردة, لكن شي صار بالوردة نفسها. Dark secret love does thy life destroy, لكن حياة الوردة هي في خطر بسبب وجود هذه الدودة التي تأكل كل شيء ما تحمله هذه الوردة الجميلة, كأنما هي تسبب بمرض هذه الوردة. إذن أتمنى ككلمات هسه واضحة, هاي vocabulary راجعوها. General meaning, إذن هسه المصطلحات افتهمناها, بس شنو المعنى العام للقصيدة؟ في ستانزا 1 أو في المقطع الأول, ستانزا المقطع, أوكي, دي يتكلم على شنو؟ على روز who appears to be sick, أوكي, إذن أكو أحد المارين شاف إنه وردة تعاني من مرض. A worm appears to disturb the flower's beauty and threatens its life, إذن كأنما أكو دودة, دودة الأرض, أوكي, هي من تسبب في نقول في سببت إنه الوردة ذبلت, الوردة خسرت جمالها, أوكي, وحتى تسببت في شنو, في
أخذ حياة هذه الوردة. Okay. So, في العادة دودة الأرض وين تعيش؟ The worm normally lives underground. إذن هذه الدودة في العادة تعيش تحت الأرض. لكن بسبب هذه الأجواء عاشت داخل هذه الوردة. زين؟ Where it's supposed to and therefore seems to be hidden. But it comes out in the evening when there is violent weather. إذن من شافت أنه خرجت من تحت الأرض؟ Okay. ومن شافت هذه الأجواء المخيفة أو الأجواء العاصفية خلينا نقول أوكي وين قررت أنه تختبئ وين أو تختبئ وين داخل هذه الوردة اللي هي وردة جميلة أوكي ماكو واحد من يشوف وردة ما يسعد بالفرح أو ما يحس بالفرح أوكي إذا هذه دودة الأرض من شافت هنا الوردة الجميلة همينة من جمالها صعد لها وأيضا حتى تحمي نفسها من الأجواء الموجودة. هذا أول مقطع. ثاني مقطع. It is becomes clear that the worm has made out a bed from the rose. إذن مو فقط إنه بسبب الأجواء الموجودة إنه خبأت نفسها، لكن الدودة أو دودة الأرض عجبها الوضع. أوكي حتى وإن راح الوذر، حتى وإن العاصفة خلصت، بقت الدودة الأرض بقت عايشة هنا. Okay. حتى أيضا تحمي نفسها وأيضا تعيش حياتها بخلنا نقول أجمل الأماكن الممكنة. So not only does the worm hide itself, but it also eats the rose and takes away the color, beauty, and overall life. إن شوي شوي قامت هذه دودة الأرض تأكل بورقات هذه الزهرة الجميلة. Okay. وبدأت الزهرة الجميلة تذبل وتذبل شيئا فشيئا. وخسرت جمالها، خسرت ورقاتها، خسرت لونها، عطرها، أوكي؟ خسرت كل شيء بسبب هذه الدودة. أوكي؟ So, هل الدودة هذه، دودة الأرض، تحب هذه الزهرة؟ كلا، she doesn't love the rose, only for its benefit. إذن هي الدودة عاشت هنا ليس احتراماً أو ليس يعني يقول حبا بالوردة لكن بسبب حب النفس أوكي لأنه هو يستطيع الاعتماد عليها من ناحية المأكل من ناحية الحماية فاتخذ هذه الزهرة مكان لها وليس حبا بالوردة أوكي so it is to eat the rose and kill it for the selfish or selfish purposes okay so عاشت داخل هذه الوردة ليس لي محبتها بالوردة لكن بسبب أنانية أوكي بسبب نقول أهداف أنانية أوكي إذن هذه الورم قررت أنه تعيش حياتها على حساب حياة أحد ثاني اللي هي الوردة So the life of the rose ends because of the selfish or the life of the rose ends because of the selfish طبعا هاي هنا worm أوكي إذن حياة الزهرة في الأخير تنتهي بسبب وجود هذه دودة الأرض. هاي المعنى العام. أوكي هسا نأدي أقرأ القصيدة بعد فهمتها. Oh Rose, you are sick because of a worm. Okay, that has come out in the night and has or wanted to protect itself from the storm. So it made a bed out of you because you are looking beautiful but because he lives inside of you he has destroyed your life هاي اريد احكي بالانجليزي فهي هاي التفسير او هذا التفسير العام لها انه اكو زهرة واكو دودة الارض واحدة عاشت على حساب الثانية اوكي بالاخير منو بقى فقط دودة الارض اللي عاشت حياتها على حساب هذه الزهرة اذا هنا اكو شنو انانية بالموضوع هل أكو معنى ثاني للقصيدة؟ نعم، أكو معنى ثاني اللي هو detailed meaning. Okay؟ هل هو الشاعر فقط يريد يقول لنا إنه أكو دودة الأرض وأكو وردة؟ لا، يريد يوصل لنا رسالة مخفية or detailed meaning or hidden meaning. زين، شنو هو؟ اللي هو the rose loses its life because of the selfish worm and the worm does not approach the rose. The rose for selfish purposes like love rather only visits the rose for selfish purposes like hunger seeking comfort and safety
أوكي؟ إحنا اتفقنا إنه هذه دودة الأرض هي شنو؟ أنانية، والزهرة خسرت حياتها بسبب أنانية هذه الدودة، أوكي؟ So بمعنى آخر إنه هذه الدودة لم تهتم بسلامة هذه الوردة ولا شعورها ولا جمالها حتى، أوكي؟ إذن الشاعر هنا إيش دي يقول؟ دي يريد يحذرنا، أوكي؟ He wants to warn the reader that people also face the same threats. Or الشاعر يريد يوضح لنا إنه إحنا كبشر أيضا نعاني من هكذا threats، يعني من هكذا مخاطر. شن هو؟ إنه kind people always face the threat of being used by selfish people. إذن إحنا بحياتنا العامة أيضا إحنا بشر أيضا نتعرض بعض الأحيان إلى مواقف تحسون إنه الطرف المقابل شنو؟ أناني، أوكي؟ إذن رح يعتمد عليك، رح يعني يأخذ كل طاقتك، يعتمد عليك ويتعبك حتى شنو؟ يوصل هو الأهدافه وما يهمه راحتك نهائيا، أوكي؟ So الشاعر he warns the reader that he or she should realize that many people in life will try to use kind people for their own selfish benefit. إذن هاي القصيدة هي مثل التحذير، أوكي؟ إنه لابد إنه إحنا بحياتنا إنه يأتي شخص أناني وراح يعتمد عليك without caring for your safety or your well-being or anything else. إنه ما راح يهتم ساعتها لأمانك، أوكي؟ ما يهمه إنه أنت في خطر أو لا، ولا يهتم إنه أنت في صحة جيدة، ولا يهتم لأي شيء آخر، يهتم لنفسه فقط ويعتمد عليك ويستجذب طاقتك جميعها أو كلها. Okay. So many people get close to others for benefit only. إذن شلون نقول حياة مصالح؟ Right؟ نقولين هاي البنية ما سئلت علي عبطاً، أوكي؟ سئلت علي لأن عندها مصلحة. So الحياة مصالح. So هو الشاعر يحذر من الناس اللي تكون فقط مصالح، أوكي؟ أو علاقتها مصلحية فقط. Okay, so يحذر من هكذا شخصيات. So be careful when trusting others. Otherwise, we will be destroyed like happened with the rose in the poem. إذن لا تخلون واحد يستغلكم مثل ما هذه دودة الأرض استغلت هذه الوردة الجميلة. إذن هذا المعنى ما ممكن نقرأ من خلال القصيدة مباشرة، لكن إحنا إذا فكرنا okay, ممكن أن نستنتج الرسالة أنه هي شنو؟ تحذير للبشر. إذا أكو أحد أناني يعتمد عليكم واستنزف كل طاقتكم، أوكي، وما يهتم أصلاً لسلامتكم ولا صحتكم، إذن ديروا بالكم من هيك الشخصيات وحاولوا تبتعدون عنها. Don't allow anyone to take control over you or to take the kindness that you have. Okay? So أتمنى المحاضرة كانت ممتعة، وأنه هذه الوردة أنتم إن شاء الله كلكم ورود، حاولوا أنه تستفادون من معنى هذه القصيدة وتحاولون أن تبتعدون عن شخصيات اللي تعتمد عليكم بالمصالح. Okay, be careful from the people that you are dealing with. فقط الناس الأحباء خلوها قريبين من عندكم، أما الناس اللي تعتمد على المصالح فقط حاولوا أنه تبتعدون عنها. أتمنى كانت محاضرة لطيفة ومفيدة بنفس الوقت، وإن شاء الله نلتقي وياكم في المحاضرة القادمة. If you have any question, please contact me or ask your question in the group and I'll be happy to answer them. Thank you so much and see you on the next one.